ويعني استاذ ايمن من الصحفيين بجد المتميزين جدا، دي حقيقه لازم نقولها. شكرا. خلينا نبدا مع حضرتك زي ما كريم قال كده بالماتش امس، لان كانت مباراه زي ما البعض وصفها يعني هو ده اللي احنا نعرفه عن الاهلي، عوده الاهلي الرائعه، سميها زي ما حضرتك عايز او زي ما اي حد عايز، بس امبارح شفنا اداء متميز جدا، وطبعا قلنا هارد لك لسموحه. سموحه بيلعب طبعا برده كويس، لعب يمكن مع بيراميدز كويس زي ما كنت بقول، الاسماعيلي ما كانش المستوى قوي امبارح، ما كانش المستوى بشكل كبير، فاحنا هنتكلم في كل ده، بس خلينا نبدا بالاهلي. شفت ازاي المباراه بالامس؟ طبعا امبارح الاهلي يعني الاداء هو استمرار للاداء بتاع ماتش بيراميدز، يعني ماتش بيراميدز خلينا نتفق ان ما كانش الاداء بهذا السوء، ولكن كان في سوء توفيق. صحيح. مع كمان ان كان في يعني في الاخر عدم تركيز في لعبه معينه هي كانت سبب التعادل. امبارح في ماتش سموحك الامر كان مختلف، ان الاهلي التركيز كان اكبر، يمكن كمان لو كان كنا نقدر نحسم بشكل مبكر، يعني مثلا قبل يعني ربنا كرم النادي الاهلي بالثلاث اهداف اللي في خمس دقائق. احنا في اول دقيقه انت عايز اكتر من كده مبكر؟ لا انا اقصد يعني قبل، يعني احنا حسمنا مثلا الاهلي حسم في الاخر اللي اخر خمس دقائق في الشوط الاول، لا احنا كنا في فرص، النادي الاهلي كان يقدر يحسم، حسين الشحات كان عنده فرصه، طاهر محمد طاهر كان في كره في العارضه لمحمد شريف، هدف ملغي لحسين الشحات، كل دي فرص كانت يعني كفيله ان النتيجه تبقى اكبر، لكن الحمد لله ان اللعيبه قدرت ان هي في الدقائق الاخيره تركيز في ضغط، كمان انهاء الهجمه بالشكل المثالي، حتى حسين الشحات الكره اللي سجلها هي يعني الهدف اللي جابه واتلغى كان حلو جدا، فالحمد لله ان الكره برده اللي هي التسديده اللي سددها مشيت معاه بالشكل الكويس، عشان هو بقاله ماتشين ثلاثه بيقدم مستوى جيد وبيرجع لمستواه، ففي مكاسب كبيره جدا. الشوط الثاني حمدي فتحي كان يقدر يسجل هدف، لكن القائم والعارضه يعني وقفوا قدامه، لعبه جميله جدا ما بين طاهر وقفشه ومعلول، بعد كده محمد شريف اللي بيستمر في التهديف، والنهارده الراجل 11 هدف من غير ركلات جزاء، مستمر ان هو ممكن يبقى منافس قوي لاحمد ياسر ريان في هداف الدوري. احمد ياسر دلوقتي كام؟ 15 هدف، وبعديه بن شرقي، بعد كده محمد شريف وعمر كمال واحمد سمير 11 هدف، فمكاسب كبيره جدا للنادي الاهلي حققها امبارح. يعني هم هداف الدوري وبنكلم افريقيا، بس احنا بقى اهلي كله يعني ولاد الاهلي، وده شيء اكيد يسعدنا ويشرفنا جدا. على ذكر